حبيباتي، كي دايره؟ لاباس عليكي؟ العيالات حباباتي، واحد السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير، الامور مزيانه، بدات يتحرك البرد ولكن اليوم طالعه الشميشه. المهم الفيديو لكل شيء باغي على قبلت القضيه تاع الدار، كيفاش شريتي المعلومات. المهم في هذا الفيديو هنشرح لكم كل شيء. جلسي وتصنطي ليا، وراه كاين غير المعقول، كاين غير المعقوله حبيبتي، كيما ولفتي عليا راه كاين غير المعقول، وتوكلنا على الله وحمدتك يا ربي وشكرتك خير وبركه. حبيبتي اول حاجه هنبدا بيها بهذا الفيديو، هنقول لك الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين، البنات كلهم اللي باركوا ليا الدار، الله يرحم بها الوالدين، شكرا شكرا بزاف. هذه من جهه، الله يخطيكم عليا. ثاني حاجه البنات اللي تيتقدموا عندي الكورسي لاكين البوسي الصباغه الطبيعيه، ما عرفتيش الطريقه دخلي عندي الانستغرام، واخا انا حاطه الطريقه تاع الصباغه الطبيعيه. المهم في الفيديوهات اللي قبل رشتوني انا قطعت شويه من شعري، قطعت بزاف، راه كان تيضرب ليا تل من تحت لي فيس. المهم انا حط لكم السيت ويب، اللي بغات شي حاجه، لي بيجو القفاص القنادر، اللي بغات شي حاجه تدخل طول في السيت ويب. وكاينه صرغينه سر الاختناء، تبخري بها دارك، فهمتي؟ زوينه صرغينه، الزيوت للشعر، البودرات للشعر للتقويه والكثافه، سيروم كيراتين الشعر الجاف وسميتو والخلفه. المهم اللي بغات شي حاجه تدخل عندي مرحبا بها، الانستغرام والموقع الالكتروني اللي عارفه اش تاخذ ديريكت لارسال فرنسا والاوروبا. ضروري نبدا بهذه القضيه، نقول لكم بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما شافوني، نقول لهم بانني عندي سيت ويب وتنبيع ونشري. هذه من جهه. شوفي هنهضر ليكي دابا على الدار وعلى سميتو القصة تاع الدار، لأن بزاف البنات جاوني بزاف الأسئلة عاودوا لينا ونقول لنا. عنبدا لكم بعدا كاين أول حاجة، والله شهد عليا عنبدا لكم بعدا كاين بالرحيل، لأن البنات طلبوني قالوا لي شحال تقام عليك الرحيل. المهم أنا كنت ساكنة في بايون، ودابا جيت نسكن جهة تاع لاغيول، لاغيول قريبة لونغون، قريبة لمغموند، قريبه لبوردو، لا ريجيون تاع بوردو فيها الفلاحه بزاف، هنايا العروبيه ولكن ماشي ديك الغروبيه العامقه، المهم العروبيه الحمد لله كل شيء كاين، عندك الطوموبيله كل شيء كاين. يعني من بين الحوايج اللي انا تركز عليهم في هذه القضيه تاع انك انت تبغي تطرح لي العروبيه، ضروري تكون عندك طوموبيل، لان بلا طوموبيل ما تنجميش. هذه من جهه. بالنسبه للرحيل الكاميو اللي جاب لينا من بايون حتى لهنايا، جاب لينا ب 2200 اورو تقريبا، المهم ما وصلش 2300 اورو. درنا بزاف لي دوفي، درناهم، وفي هذوك لي دوفي اللي درناهم جوج نفس الثمن، ولكن لعبنا على قضيه التاريخ تاع الرحيل، لان تاريخ تاع الرحيل كان مهم بالنسبه لنا قبل الدخول المدرسي كما تتعرفوا. تفاهمنا مع هادو والحمد لله كل شيء وصل، تهرس لينا شي تبصيل، اما داكشي كله وصل بخير وعلى خير. اصلا هما شارجو في نهار ودي شارجو في الغد، يعني ما داروش الي روتور، فهمت؟ يعني هذاك النهار شارجو وخرجوا الكاميو من لا ريزيدونس يا هذيك، وفي الاخر تاع العشيه باتوا هنايا في هذا السيكتور، والغد مع 8 كما شفتوا في الفيديوهات، رجعوا الفيديوهات اللي قبل البنات اللي بغوا يشوفوا، دير شارجاو مع 8 تاع الصباح، حنا كنا بايتين عند الحباب. المهم هذه من جهه. من جهه اخرى ما عاونتناش لاكاف بالنسبه للرحيل نهائيا البنات. وقبل ما رحلنا كاينه واحد المساره تاع الوريقات، يعني تتسدي الاو دي اف سميتو مول الدار، تتعلمي بايون عندك الحق تعلمي غير شهير، لانها في واحد لا ريجون طوندو تتسمى هنا في فرنسا، يعني تقدي ما تلقيش الكره، ولكن انت من تتبغي تخرجي من الدار عندك اللي بغى يخرجك من الدار عندك واحد 6 شهور اكثر، لانها في ريجون طوندو يعني ما كاينش فيها الكره بزاف كما البنات تعرفوا اللي متبعيني هذه مده.
من جهه اخرى بايون بياريز انغليت سيكتور تاع لو باي باسك مدينه زينه منطقه زينه انا ما كرهتش وكنت بقيت ساكنه فيها ولكن رجاء في الله راه الكره غالي وما لقيناش هذه مده طويله وحنا تنقلبوا وولدي كما قلت لكم في الفيديو قبل على اساس انه ولا تينعس في الصالون تينعس حدانا ولكن تينعس في الصالون عندي جوج بيوت بتاعي انا والزوج العزيز وبتاع ولدي الكبير ريان الصغير ما يقدش يجلس ينعس مع خوه وريان دخلته المراهقه يعني باغي يتصنت لعظامه باغي يركز على سميتو الواجبات وداك الشيء والصالون في الكوزينه البنات اللي متبعيني هذه سنين راه عارفين الدار كي كانت حد القد هذه حبيبتي من جهه اخرى راه سنين حنا تنقلبوا ودافعين كما قلت في الفيديوهات في البريفي في لي زاشيلين ما عطاوناش ما سول فينا حد ما سولنا حد شنا تعينا قلنا نخرجوا نرجعوا البلاصه اللي كنا ساكنين فيها قبل هاد السيكتور وانا تنعرفوا وعلى اساس انني عندي بلاصه دابا تاع المحل تاع الاي كوميرس تاع التجاره تاعي حمدناك يا ربي وشكرناك اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى هذه من جهه اخرى من تتبغي ترحلي من تتبغي ديري اي حاجه هنايا في فرنسا راه خاصك تخمي 7000 تخميمه لان كاين فوا تبغي ترحلي تكونوا مصاريف كثير غير الكراتن اللي شريناهم بضحكه الفلوس يعني شريناه بزاف الكراتن لان في ديك الوقت باقي ما تفاهمناش مع صحاب الكاميو على قبل الرحيل والبنات حتى الاخر قالوا لي فضيله راه تيكونوا غير في لي بين من مورا نايك قالتها لي واحد السيده يسرى الله يعطيها الخير جارتي في بايون ولكن انا ما كنتش عارفه وما كنتش بغيت نقول البنات بانني راح ترحل كاينين شي وحدين عارفوهم عرفوها وشي وحدين ما قلتهاش المهم ما علينا نجيكم دابا الحاجه المهمه اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو رجعوا عندي بزاف الاسئله بشحال شريتي الدار حق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى وسيدي ربي كبير راني غير كاريه هذا الخير اللي شفتو هاد الدار تبارك الله كبيره وفيها لا بيسين والجرده والهونغار تحت كاريه ب 750 اورو وفي بايون كنت كاريه تقريبا ب 800 اورو بارتمان وفيها دو بلاص تاع الباركين تحت هادشي باش كاريه 750 اورو في العروبيه عندي الشوميني عندي البيوت عندي بيوت تحت عندي البيوت الفوق عطا الله اتساع المشكل اللي ما تروح في هاد سميتو في هاد القضيه تاع الكرا على اساس ان هنشوفوا واش هننجموا من قضيه الشوفاج ومن قضيه الضوء ولونتروتيان لان قال 57 اورو ما غالياش ولكن كاينين المصاريف سورتو ان مول الدار كان باغي يبيعها وتا واحد ما ساومو باغي يبيعها تقريبا بواحد 280 مليون تا واحد ما ساومو لانها كبيره وفيها هذيك سميتو وفيها واحد الكولوار راشد وريت لكم في الفيديو تندير لكم جوله في 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 سميتو في الدار من بعد من نقاد ونستف ندير لكم فيديوهات عطا الله اتساع هذا الدار ما كانش في لو بون كوين هاد الدار ما كان حتى واحد عارفها غير الحباب كانوا عارفين واحد المدير تاع واحد لاجونس لانه هو كان مكلف على اساس انه يبيعها او ما تباعش وتما من قلبنا حنايا طلعنايا ثلاث المرات في الوقت تاع الصيف تنقلبوا شلنا ديور بزاف فيهم لبيسين ولكن ما عجبوناش ما كانوش فيهم اتساع مزيان نزيد نقول لكم البنات اللي تعرفوني هذه مده طويله في هذه البلاصه رانا كنت ساكنه هنا قلت لكم وكانت عندي دار فيلا بحال هكذا فيها جريده وكانت عندي قبل لبيسين ولكن ما كانش كبيره لهالدرجه دابا حنا غنشوفوا غنحسبوا واش هتسلكنا ولا ما هتسلكناش غنجرب واحد عامين ولا ثلاث سنين ما سلكتناش واش نلقى ديال غالي بزاف راه نخو ما نكذبش عليكم ونزيدكم واحد القضيه وحق الله العلي العظيم حلف لكم على صدق ما كرهناش اختي نشرو ولكن جيب الله يجيب اللي عمرو ما كرهناش نشرو وحق الله العلي العظيم ونعاود نحلف لكم رانا تنضربكم غير على الشعر راه المظهر تيبان لكم بانني لاباس عليا راه كاينه غير القناعه البيع والشراء راه تندقدق منه حمدناك يا ربي وشكرناك مره طالع مره هابط الله يجيب لي الرزق والله يجيب لي الخير والله يجيب لكم الرزق والخير ديروا حتى نتوما ديوركم حتى حنا نديروا ديورنا
اما متى تبغي تشري هنايا في فرنسا تيكون خاصك واحد لابور واحد 30 مليون 40 مليون على حسب الدار اللي بغيتي تشريها، يعني الثمن تاعها ولا السيرفاس. هذاك الرزيق تاع 30 مليون ولا 20 مليون ولا 40 مليون وحق الله العلي العظيم ما عندي. دابا راه بنادم تسحبني كل فلوس، والله ما عندي، عندي صيد ربي، عندي الخير. شي واحد فيكم اللي عنده شي معلومه كيفاش نشري وانا ما عنديش فلوس تاع لابور، ها يدخل عندي الانستغرام تعطيني المعلومات، قولي لي اختي كيفاش نديرو. راه شوفي انا راه من هذاك الناس، هتشوفي دابا انا عن سميتو شريت صالون جديد، شريت طابله جديده، شريت ناموسيه جديده، شريت تيت دولي. غنتبرع اختي، غنتبرع غنتبرع. كتب لي نشري مرحبا، ما كتبش لي نشري اختي نتبرع مع راساتي، نشري حوايج زوينين نعيش زوينه. انا من الناس وعدو بالله ما قلت انا تنعيش زوينه، هذاك الشيء اللي عندي تنخسرو ولكن تنخلي شي شويه الوقت والزمان وتنصرف اختي بطريقه تناكل مزيان، طريقه تاع العيش تاعي كما تنقولوا هو تناكل حاجه زوينه، تنخرج لي غيستو تنخرجوا ناكل في لي غيستو، تنديروا تسافيرات دي بتي ويكاند فهمتي. اما قهراش راسي البنات، راه كاينين شي ناس الله يعاونهم قاهرين راسهم باش يديروا الدار، راه بغينا نديروا الدار ولكن ما نقهروش لينا راسنا. ونزيد كي انا راه ما بغاش نشري شي دار تكون تاني كبيره، على اللي يكون فيها 100 متر ويكون فيها واحد ثلاثه البيوتة وشي بلاصه اللي نخدم فيها، وجرده جرده يكون فيها غير 80 متر ولا 50 متر غير باش نحط طبيله وسميتو الكراسه، بلا لبيسين بلا والو، والله يجعل البركه. هادشي يعني باش عرفي بانني راه الافكار عندي لوجيك، ولكن راه رجع في الله. والله يا اختي ما واش حنا اللي ما قلبناش، واش حنا اللي ما عرفناش شي ثغره. المهم هادشي اللي كاين. المهم البنات اللي ساكنين في لاغيول في مغموض ولا شي حاجه اللي بانت ليهم شي ميزه ولا شي حاجه يدخلوا عندي الانستغرام مرحبا بيهم. اما باش تشري هنا في فرنسا راه كاين الامكانيه انك تشري سورتو في العروبيه من هنا لقدام ان شاء الله يحن سيد ربي ما تعرفيهاش كاين، ولكن انا جيت دابا تنجاوبكم راني البنات غير كاريه. ها هو الزوج العزيز جاب ولدو رايان، راني غير كاريه اختي وحق الله العلي العظيم. والله يا اختي ما كرهت نشري ولكن رجع في الله. على الاقل يتبرع ولدي الايام في بيت بوحدو فهمتي، كل واحد يكون عنده بيت ويحن سيد ربي. سمعتيني يا حبيبتي، يعني هذاك الشيء اللي كاين راه هو اللي قلته ليكي، راه ماشي انا من اليوتيوبيزات الكبار الفيديوهات عندي تيطلعوا طلع ديك الدرجه، راه كيشتي المشاهدات عندي لحد القد عندي سيد ربي. هذاك الشيء يعني اليوتيوب ولا غيزو سوسيو تندير فيديوهات ولكن ماشي حتى لديك الدرجه انني نجمع هذيك الفلوس كثير، وانتم عارفين كاين شي فيديوهات بعد ما تيوصلوش ليا حتى 1000 ولا 2000 مشاهده كل فيديو وسميتو والتفاعل تاعو فهمتوني. يعني وكما قلت لكم سمحوا لي الوليدات دخلوا، كما قلت لكم ما نبقاش انا يا ربي تسمح لي حد كرف وانا عندي هذاك لا بوسيبيليتي انني نخرج العروبيه ونتيسع. اهم حاجه في العروبيه هي يكون عندك الطوموبيل، مثلا تكون عندك الطوموبيل تتحركي. انا ما تنهضرش على كل شيء، انا ماشي كل شيء قد يخرج يسكن في العروبيه لان المدن الكبار فيهم الخدمه فيهم شحال من حاجه. حنا دابا ما تنهضروش لا اعممو غير الحاجه اللي بغيت نوصل ليكي، حنايا دابا في هاد الدار ان شاء الله هنجرب واحد العامين وثلاثه سنين غندخلوا العود، راه العود غندخلوه. عندنا ان شوفاج سونترال، المدينه تطلق لنا واحد الشوفاج هي هذيك سميتو تيكون شويه اقتصادي، ولكن الدار تبارك الله كبيره تنهضروا على 300 متر. ونجيد نقول لك واحد المساله بالنسبه لولدي رايان، كنت خايفه على اساس انه يجي لدار كبيره ويبقى جالس ليا في البيت وشاد التليفون وتا واحد ما يساق لي الخبار. الحمد لله من جينا وولدي عزيز لي، اصلا عزيز علي الجرده، عزيز علي الجرده، يعني في من جينا وهو الجرده وتيبريكولي مع باه وتيدوز الغازون، عزيز عليه البريكولي يبريكولي، عزيز عليه خربق، عزيز عليه الهواء الطلق، تيلعب هو وخوه
فيما وخا شي يامات هاد الايامات كان شويه البرد، ولكن تيلبسوا مزيان وتيخرجوا يلعبوا في الجريده. سميتو هذاك النهار، واحد النهار كان الحال سخون مزيان، مشى لبيسين عام. انا راه من جيت ما عمتش يدك ما مسالياش مع الرحيل والجميع وهادي وهادي. دابا ندير لكم دوره في كل بلاصه قديناها، يعني شرينا شحال من حاجه جديده. الكوزينه راني ثلاثه المرات وانا نعاود نقادها فيما قديتها، تتبان لي بان هاد البلاصه ماشي هي ديك البلاصه، تنشوف ان هادي ماشي بلاصتها. المهم هذا هو الرحيل، ما تتقادي على واحد ثلاثه اربعه شهور. كاين شي وحدين راه من تيرحلوا ما تيقادوا بلاصتهم، ما تيقادوا كلشي على عام، تتبقى يتحولي من بلاصه لبلاصه. المهم هاد النقطه على اساس ان وليدات عزيز عليهم الهواء الطلق، وراجلي يعدو مع البريكولاج وعزيز عليه الجرده وعزيز عليه لهادشي مزيان. انا ما عندي لا مع بريكولاج لا حتى شي حاجه، والحمد لله غناخذ الماتريال. واخا غناخذ الماتريال ما على باليش كما تنقولوا، باش يعاونني على قبلية الميناج، لان حتى الميناج راه ماشي ساهل من تكون دار كبيره. ولكن على الاقل البنات حوايجي حطيتهم في ماريويا، وحطيتهم واحد جوج بلاكارات عندي وواحد بلاكار اخر بينين. دابا حوايجي تنطلع تنهز اللبس باينين، كلشي باين، يعني نقدر نبروفيتي في حوايجي. هذاك الشيء لي برودوي تاعي كلهم بانوا، حيت تبارك الله كاين اتساع. ها نتوما شويه شويه من هنا ندير لكم جوله في الغرفه هذه والجوله في الغرفه هذه، هيبان لك بان اتساع زين. ولكن هنا في فرنسا غير القضيه تاع الشوفاج، القضيه تاع الميناج، ولكن الحاجه حنا اللي اتفقنا معاها من ديبار، ولدي يقاد بيتو مره مره غندوز نفيريفي هي هذيك. سميتو يقد مسائله، الزوج عزيز يعاونني. اصلا قلت لكم في الفيديوهات الزوج راه تيعاونني، فهمتوني؟ يعني تيدير من حف الطعام، يعني ماشي ما عندوش عيب انه يهز الماكينه ويضرب لاسبيراتور ولا يجفف له شي حاجه، عادي عنده هذا الشيء يعاونني. وهندير واحد سميتو لورغانيزاسيون على اساس ان كل مره ندير حاجه، كل مره ندير حاجه باش ما نتخربش. فوالا، وما نكذبش عليكم، يعني هاد المده دابا القليله اللي سكنت في الدار رجليا طابو، انا نقول لكم رجليا طابو، ما نقدرش ندير رياضه. الرياضه تنديرها في داري، تلعبط تلعبط. جيت نحسب قد راسي بانني تنتمشى ساعتين في النهار في الدار تقريبا داير 300 متر من غير الجرده وداك الشيء. تلعبط تلعبط تلعبط، تنقول البديه. ولكن من بدينا دابا تنقادو كل بلاصه، عند ذاك الواحد يشد بلاصتو، تيبان ليا الجميع يجي ساهل، لان تتعرفي ليزار كاين هنا، تجبدي ليزار طك طك، مره في 10 ايام ولا مره في السيمانه تبدلي هاد البيت، مره في سميتو مره في السيمانه، مره في السيمانه ديري واحد الكغو ميناج تاع هذاك البيت، تتقادي على اساس انك سميتو تنظمي الكوزينه ديما مسيحة وداك الشيء وبنادم يقاد. وملي تيكون اتساع تيكون باين لي كارتي اش تيبان، فهمتي؟ قلت لكم عندي دي خوبو، وحق الله العلي العظيم حلف لكم على صدق، لا عندي كثر من 7 سنين عمرني ما خدمت بيهم تاع الكوزينه. علاش؟ لان ما كانش عندي فين نخدم بيهم، كان عندي الضيق. شوفي تبارك الله دابا اتساع، شوفي اتساع تبارك الله. سمعي ولادي تيلعبوا الفوق، حسهم تبارك الله، الله يخلي لكم وليداتكم ويفرحكم. ما تنخافوا لا من جيران الصداع على حتى شي حاجه. حاجه اخرى، الحيوطه دوبل غلاض بني قديم، ولكن ماشي داك البني قديم، بني قديم وهما زادوا واحد الجهه. هاد البلاصه حنايا، هاد البلاصه حنايا كانت بنيه قبل، هما زادوا هذيك الجهه اخرى تاع البيوت. سمعتيني؟ هانتي راه ريان وليام محيحين، الله يخلي لكم وليداتو. المهم هادشي اللي كاين البنات، راني كاريه ب 750، والله اختي ما خبيت عليك شي حاجه. وكما تنقول لك راه ديما انا راه ماشي عيب انني نقول لك شريت، انا عارفه كتفرحي ليا، ولكن رجع في الله، رجع في الله حبيبتي، الله ييسر لك اللي تشوفي فيا، الله يفرحك والله يجيب لك كل خير. طلعي ليا في راسك وخلي ليا في التعاليق وشوفي الفيديوهات الجايين، شوفي الفيديو تاع حبيبتي الجايين بالنسبه هذاك الشيء اللي غنقادو، هذاك الشيء اللي شريت وهذاك الشيء اللي نظمنا. ومرحبا بك، ولا بغيتي شي حاجه قلت لك الموقع الالكتروني تاعي، بغيتي تاخذي عندي دخلت صابون تاع النيله،
عندي سميتو هذوك لي سوفيتمون امان 600 عطا الله الخير. ندخلي وطلي وشوفي لي بيجو، شوفي المجوهرات، شوفي السنيسلات، تنصيفطهم في دي بواط كادو، عطا الله الخير ومرحبا بك. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، صلي على النبي، صلي على النبي، وان شاء الله ان شاء الله الحاجه كما تنقولوا اللي ما وصلناش ليها، اللي ما وصلناش ليها على الاقل نعيشوا زوينين، نطلعوا فلوسنا، ناكلوا ماكله زوينه، نلبسوا زوين، ويحن سيدي ربي، ويحن سيدي ربي. طلي فراسك يا حبيبات.